من أجل عرض آخر ما وصلت إليه فيما يتصل بالذكاء الإلكتروني خدمة للمسيرة التعليمية ونقل تجربتها الفريدة للمؤسسات المعنية، شاركت جامعة الكفيل التابعة للعتبة العباسية المقدسة في مؤتمر سمارت بغداد الأول الذي تقيمه كلية التراث الجامعة برعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية. تصدير وترشيد الطاقة والطاقة المتجددة والطاقة النظيفة، هذا المشروع من المشاريع الرائدة، نأمل أن يتعمم للآخرين. العتبة العباسية هي رائدة في مجال التعليم، نطمح أن تكون كذلك دائما وأن تطور بعض البرامج النوعية. جامعة الكفيل في موضوع الطاقة المتجددة لديها موضوع الطاقة البديلة والطاقة المتجددة، سوف ترفع قريبا توقع الشخصي موضوع لا جامعة بدون وقود، بدون مولدات، بدون غاز. هاي حقيقة تحسب آلاف المليئات بالملايين الدنانير ومليارات تصرف على الوقود وتصرف على الطاقة الكهربائية وعلى توفيرها. جامعة الكفيل بشكل كبير تعتمد على خلايا الطاقة الشمسية في توليد طاقة بديلة نظيفة وفق توجهات التنمية المستدامة. حقيقة كل الاحترام للجامعة لكادرها وإدارتها على هذا التفكير الصحيح العلمي السليم، أن تكون بيئتها العلمية، بيئتها التعليمية بيئة نظيفة. اليوم تشرفنا أيضا في جامعة الكفيل باستخدامها للطاقة الشمسية والطاقة البديلة في تغذية مؤسساتها، وهذه نقلة نوعية كبيرة جدا في بلدنا، حيث وفرت كم من الطاقة إضافة إلى التلوث الذي يحدث في بلدنا من جراء استخدام الوقود أو غيره. مشاركات واسعة من مؤسسات حكومية وأخرى غير حكومية، كان لجامعة الكفيل نصيب وافر على المنصة فيها، إلى جانب الجناح الخاص بها الذي عرضت فيه البنى التحتية لمنظومات الاتصال وتكنولوجيا المعلومات التي وضعتها واعتمدت على الطاقة المتجددة، فضلا عن عرض البرامج الذكية التي تستخدمها للارتقاء بالمسيرة التعليمية. شاركت جامعة الكفيل التابعة للعتبة العباسية المقدسة في مؤتمر سمارت بغداد المقام في كلية التراث الجامعة في بغداد. المشاركة ضمنت ثلاث محاور، المحور الأول متعلق بالبنى التحتية لمنظومة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الجامعة، والمحور الثاني تضمن منظومة الطاقة النظيفة المتجددة المعتمدة في جامعة الكفيل، والمحور الثالث يتعلق بالتعليم الإلكتروني ومميزات استخدامنا لمنصة السراج المصممة من قبل مركز الكفيل التابع إلى جامعة الكفيل. بالتأكيد هي جامعة الكفيل والجامعات الأخرى كلها نحن نتمنى أن تتكامل المعرفة بينهم، تتكامل المبادرات بينهم، كل جامعة تقدم مبادرة تفيد الجامعات الأخرى وتستفيد أيضا من مبادرات الجامعات الأخرى. جامعة الكفيل مبادراتها جدا رائعة، ويعني حقيقة هي من أكثر الجامعات اللي تقدم مبادرات بهذا المجال. نتمنى من الجامعات الأخرى الاستفادة من هذه الخبرات وأيضا تطبيق مثل هذه المنظومات في الجامعات العراقية. تجربة رائدة ترجمتها جامعة الكفيل من خلال تحقيق متطلبات التنمية المستدامة واعتمادياتها على الطاقة البديلة وبرامج التعليم المتطورة، وقد جاءت مشاركاتها في المؤتمرات العلمية لتشكل إضافة كبيرة لنقل خبراتها للمؤسسات العلمية الأخرى.